الشيخ مصطفى اسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى اسماعيل أحد أهم مؤسسي دولة التلاوة، ذاع صيته وشهرته خارج حدود القاهرة والتي كان يعلم تماماً أن بها عمالقة التلاوة والتي يصعب معها أن يتواجد وسطهم. أنا قاعد كده في يوم التقيت تليفون جاني من مصر. نعم، قال لي إحنا فلان الفلاني وعايزينك في ليلة في الدودية في ليلة 40. قلت له يا عم انت عندكم في مصر ناس كويسين وناس مثل عم شرف فتح الشاشاعي واسم الشيخ السيسي والشيخ رفعت. ولد الشيخ مصطفى اسماعيل بقرية ميد غزال في طنطا في 17 يونيو من عام 1905، وقضى بها عمرا طويلا تجاوز 40 عاما، وذلك قبل الوصول إلى القاهرة. وحينما وصل إليها كان حضوره طاغيا وقويا، لأنه كان على قناعة بقدراته. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيها؟ أحب الملك فاروق صوته وكان قارئه المفضل، وخرج صوته من السرايا الملكي عبر أثير الإذاعة قبل انضمامه لها، ثم أصبح قارئ الجامع الأزهر لمدة 30 عاما منذ عام 1947، حيث يحتشد الناس جميعا من حلاوة صوته في التلاوة وجمال صوته مؤذنا. صاحب الحضور الطاغي لم يتغير معه شيئا بعد ثورة يوليو، وظل متصدرا للمشهد، وكرمه الرئيس عبد الناصر في أول عيد للعلم من عام 1965 رفقة الموسيقار محمد عبد الوهاب وآخرين. كان الرئيس السادات مغرما بصوته وكان يصطحبه معه داخل مصر وخارجها، خاصة أثناء زيارته التاريخية للقدس حيث قرأ بالمسجد الأقصى. الوافدون إلى هذا المسجد الأقصى وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الذي يجلس الآن على كرسي كبير، الشيخ مصطفى إسماعيل، يتلو عليهم ما يتيسر له من آيات الله الكريمة. الحمد لله رب العالمين ظل كذلك حتى حضر مع الرئيس السادات افتتاح مسجد البحر بدمياط، وذلك يوم الجمعة في 26 ديسمبر من عام 1978، ليلقى ربه بعدها بساعات بعد رحلة عطاء في حب القرآن.